تعليقك على تصويت النائبين الفاضلين فيصل الشايع وراكان النصف بتأييد حذف محاور الاستجواب، كيف قرأت موقفهم؟ صدمة بالنسبة لي على الأقل، صدمة وصدمة يعني شديدة الوقع، وخصوصا من شخصين عزيزين جدا وما زالوا بكل تأكيد ويمثلون يعني التيار الوطني، وتحديد الأخ فيصل يعني عضو في المنبر، صحيح لا يمثل المنبر في البرلمان لأن المنبر قاطع الانتخابات، لكنه لا زال عضو في المنبر ولا زال من الأخوة الأعزاء لهم مكانة كبيرة لدي ولدى الآخرين. صدمة شديدة. ولم شو تفسر هذه؟ ما عندي تفسير، يعني حتى هم ما استطاعوا أن يفسروا موقفهم. كلمتهم بشكل مقنع، على الأقل اللي قريته بالجرايد، لا يمكن أخ فيصل ما قريت له، قريت أنا يمكن. ركان النصف النائب الفاضل ركان النصف نعم. علق حكم الدستورية نص على أن كل استجواب لرئيس الوزراء ينحصر في حدود اختصاصه في السياسات العامة للحكومة. كنا نرى بالاستجواب المقدم الأول أنه غير دستوري، رأيي حسب طلب رئيس الوزراء أن يصعد للمنصة على مقدمة الاستجواب، على مقدمة الاستجواب فقط، ولا يوجد رأي قاطع فيها، ولا توجد مخالفة لنص أو لائحة أو دستور. قاعد يقول محاولة ولا يوجد ما يبيه. إحنا بالنهاية أرجع على القاعدة اللي أنا ذكرتها الأخ عمار من البداية، الأصل في الأمور الإباحة، حتى في القواعد الشرعية وهذا القانون، الأصل الإباحة طالما لا يوجد نص قطعي وواضح. اليوم إذا ماكو نص يمنع الأصل الإباحة، بس هو قاعد ما تضيق الاستجواب غير دستوري، ما تضيق. لا لا، من اللي حكم أنه غير دستوري؟ هو قاعد يقول هذا تقديره، خلي يقول غير دستوري بس لا يقول ماكو نص يمنع وأكو نص يبيح وإلى آخره، لا أبدا. اليوم إذا قبلت بهذه السابقة باشر أصبح الاستجواب أصلا ما له معنى وغير وجدوى. أنا وهذا بعد مو رأيي أنا كسياسي، رأي القانونيين. أرد على مقابلة الدكتور محمد الفيل اللي تابعتها باهتمام لأني أقدر هذا الشخص، يقول ما حصل سابقة تمهد لوأد أداة الاستجواب. شوف إلى أين ذهب وأد هذه الأداة. هذا دكتور محمد الفيلي، له سياسي وشخص معروف بحياديه. طيب هذا كلام دكتور محمد الفاضل، لذلك محمد الفيلي واضح كلامه. خلينا